ومن بغداد تنضم إلينا هبة تميمي مراسلة القاهرة الإخبارية. بعد التحية لك هبة، إذن ما هو الجديد لديك وما هي آخر الأنباء فيما يتعلق بالهجوم الإيراني على إسرائيل؟ نعم، بدأ الرد الإيراني على إسرائيل، وشاهدنا ورصدنا الكثير من الطائرات، عشرات الطائرات دخلت الغلاف الجوي العراقي، شهدت من أماكن قريبة وعلى الحدود المحاذية لإيران ودخولها إلى العراق باتجاه إسرائيل. هذه العشرات المسيرات شهدت في محافظات عديدة، ومنها محافظات جنوبية وحتى المحافظات الشمالية، شهدت في محافظات سليمانية وصلاح الدين في طوس خرباته، وحتى في إدياله هي في شمال شرق العراق، وحتى في يعني مناطق ومحافظات جنوبية. فبالتالي كانت هنالك أيضا حالة من الهلع من قبل المواطنين الموجودين في المحافظات التي رصدت هذه العشرات من المسيرات. ويعني بعد مشاهدتهم للأخبار والكثير من الوكالات والتلفاز، عرفوا أن هذه المسيرات وأن عشرات المسيرات اتجهت إلى إسرائيل. فبالتالي كثير من المواقع التواصل الاجتماعي في العراق والوكالات المحلية رصدت هذه الطائرات. فبالتالي قبل أيضا دقائق من المداخلة على مداخلتنا في البث المباشر، نعم، يعني وزارة النقل أعلنت إغلاق الغلاف الجوي والملاحة الجوية في جميع المطارات، وحتى السلطات إقليم كردستان أعلنت أيضا إغلاق المطارات جميعها في إقليم كردستان. فهنالك حالة أيضا استنفار كبير وهلع من قبل أيضا حتى الحكومة. فبالتالي يعني لا يوجد من يعني، وحتى أن رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني يترقب هذه الأمور، وهو في واشنطن وباتجاهه إلى واشنطن، وهو يرصد أيضا الكثير من الأمور التي تحصل في العراق. فبالتالي قبل دقائق من مداخلتنا أيضا يعني طائرات مقاتلة تابعة للقوات الأمريكية يعني تصد وتحلق فوق العراق. هذه الطائرات هي تحلق فوق العراق وحتى في إيران في محاولة لاعتراض هذه المسيرات. إذن هبة، هل تتوقعي أو هل إلى إسرائيل؟ نعم، إذن هبة هل تتوقعي أو هناك أي حديث عن رد فعل رسمي من العراق بصدد هذه الهجمات؟ لا توجد لحد هذه اللحظة تصريح رسمي من الحكومة العراقية، فقط هنالك من الوزارة النقل مثل ما أشرت لك وأسلفت لك أنه تمت إغلاق يعني مطار بغداد الدولي، والسلطات في إقليم كردستان أيضا غلقت المجال الجوي، وحتى أن بعد ما شهدت ورصدت كثير من العوائل ويعني شهود عيان رصدوا في الأجواء العراقية عشرات من المسيرات التي دخلت إلى المجال الجوي في العراق باتجاه هذه المسيرات. هي مسيرات أتت من إيران ودخولها إلى العراق من ثم إلى إسرائيل. فبالتالي شاهدنا كثير من سرب من الطائرات المسيرة. إذن هناك هبة اضطراب في رحلات الطيران بين العراق وإيران؟ نعم. إذن هبة كما تتحدثي، إذن يعني مفهوم من كلامك بأن هناك أي اضطراب في رحلات الطيران ما بين العراق وإيران؟ وأيضا ماذا عن رد فعل الفصائل العراقية الموالية لإيران؟ لحد هذه اللحظة لا توجد أيضا أي بيان رسمي من قبل الفصائل العراقية، وهي في وقت سابق حذرت الولايات المتحدة العراقية أن لا تقف بجنب إسرائيل، وأن تكون أي عمل يحصل أو عمل عسكري يدخل في البلاد في العراق وحتى في الدول المحور سوف ترد ردا مباشرا لها. فبالتالي هذا كان تصريح من بيان من الفصائل العراقية يوم أمس. فبالتالي لا توجد لحد هذه اللحظة بيانات،
وتصريحات من الفصائل العراقية، بل إنها بعض من الفصائل يعني غير يعني غير موالية ولا غير مقربة لإيران، وبعض من عندها، لأن جميع الفصائل هناك كثير من الفصائل العراقية، البعض يؤيد الحكومة العراقية والبعض الآخر على مقربة من وعلى علاقة وطيدة جدا من إيران، فبالتالي بعض من الفصائل التي تكون قريبة من إيران هي مؤيدة لهذا الرد الإيراني على إسرائيل، كونها إن يعني تكون لها ردود كثيرة، وهي أيضا تستمر في هذه الردود وتحث أيضا إيران على رد فعل لإسرائيل، فبالتالي ننتظر في الوقت يعني إن شاء الله اللاحق إنه سوف تكون هنالك يعني بيانات رسمية من الحكومة العراقية، وننتظر أيضا بيانات من الفصائل العراقية. هبة، هنالك بعض من هذه الصواريخ، هل هي انطلقت من العراق بالتحديد أم فقط مباشرة من إيران؟ هبة، كنت أسألك عن هل هناك أي اضطراب في رحلات الطيران بين العراق وإيران؟ وسؤال آخر هبة، ما تأثير هذه التطورات على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق؟ كما نعلم هناك قواعد عسكرية أمريكية في العراق، هل تأثرت بمثل هذه الهجمات؟ نعم تفضلي. بخصوص هل هنالك رحلات بين العراق ومن والى ايران؟ لا توجد لحد هذه اللحظه، الرحلات اغلقت جميع الملاحه الجويه في العراق، حيث اذن صرح وزير النقل ووزاره النقل باغلاق جميع الملاحه الجويه بشكل وقتي واحترازي فقط لهذا الوقت. ام هنالك في وقت سابق قبل يعني قبل هذه الطائرات وقبل الطائرات المسيره، كان هنالك قبل هذه الطائرات المسيره وقبل الرد الإيراني كانت هنالك رحلات جوية من وإلى إيران، نعم. ولم تتوقف، كانت يعني تسير بإنسيابية عالية، فلحد هذه نقول في الوقت الحاضر هنالك وقف لجميع المطارات في العراق حتى في إقليم كردستان، أما في وقت سابق كان هنالك يعني الكثير من الطائرات تتوجه من وإلى إيران. أما بخصوص يعني تصريحات الحكومية، لحد هذه اللحظة لم توجد أي تصريحات الحكومية. هل ستتأثر؟ لا، أتحدث هنا عن التطورات على القواعد العسكرية. هبة، هناك نعم. قواعد عسكرية أمريكية في العراق، نعم. هل ممكن نعم. أن يتم استخدام هذه نعم. القواعد العسكرية الأمريكية بالعراق في توجيه ضربات ضد إيران بعد هذا الهجوم؟ من المتوقع يكون في إقليم كردستان وليس في العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية، لأن هنالك كان استنفار أمني، وكانت أيضا بعض من القنصليات في الدول الأجنبية تم إغلاقها، مثل يعني القنصلية الهولندية تم إغلاق قنصليتها في أربيل تحسبا ولدواعي أمنية وسبب التصعيد الذي يحصل بين إيران وإسرائيل، فبالتالي كانت إغلاقها يوم أمس يعني يوم قد عفوا الأحد، قالت انها وفي تصريح لها من وزاره الخارجيه الهولنديه انها سوف تغلق يوم الاحد قنصليتها في اربيل تحسبا للوضع الامني الذي يحصل في العراق، كون انه هناك نعم. بعض من الفصائل يعني شنت الكثير من الهجومات على اربيل خصوصا. نعم، وضحت الصوره. هبه، ابقي معي. نعم، ابقي معي، سأتابع معك لاحقا.